عمان البحرين كأس العرب الجولة الثالثة، وإن شاء الله وإن عمان يفوز بالأداء والنتيجة بثلاث أهداف كاملة بعد ما شاهدنا انتهى الشوط الأول بهدف لصف لصالح عمان. شوط ثاني يعني في ظرف نقولوا في ظرف تسعة دقائق في الشوط الثاني، وإن شاهدنا كيفاش هدفين، وإن نقولوا الشوط الأول منذر ربيع العلاوي الذي سجل الهدف الأول لصالح عمان في الدقيقة 41، شاهدنا الشوط الثاني أرشد العلاوي وين كذلك وين يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 في الشوط الثاني، شاهدنا خالد الخليفي الهجري اللي سجل الهدف يعني 9 دقائق بعد ذلك في الدقيقة 59 يعني لصالح عمان، وشاهدنا كيفاش بيناركو المدرب تاع عمان اللي دخل بخطة 4-4-2، شاهدنا كيفاش سواز المدرب تاع البحرين اللي دخل بخطة 4-3-3، شاهدنا كيفاش وين رغم ان البحرين وين كان مستحوذ الكرة يعني في 53% نسبة استحواذ، العمان 47%، شاهدنا كيفاش 289 تمريرة يعني العمان، البحرين 410 تمريرات، يعني كانت نقولوا بلي مباراة كانت قوية، مباراة كانت تاع فرص تضيع فرص كثيرة، يعني مش عندنا بروز حراس في هذا المباراة وين عمان يعني وين البحرين وين كان له الفرص من أجل تسجيلها، لكن السرعة والتسرع نقولوا السرعة والتسرع اللي أبطل كل خاصة الدفاع تاع عمان، وين نقولوا الدفاع تاع عمان اللي يلعب على جزيئات صغار، يعني وين عرف كيفاش نقولوا بلي عمان عرف كيفاش وين عرف كيفاش يستغل هفوات الدفاع تاع وين شأن الحارس المرمى السيد محمد جعفري وهو قائد البحرين اللي انقذ المرمى تاعو، شاهدنا كيفاش وين الحارس يعني ابراهيم مخيني الحارس تاع البحرين يعني وين عرف كيفاش وين عرف كذلك وين لعب بقوه لكن بدون جدوى، وشاهدنا الدفاع السيد المهدي بقار ورضا السيد عيسى ووليد حيام واضيع السيد وين سعيد وسط الميدان محمد حردان وبقار العصفور ومحمد مرهون وكميل اسود وعلي مدان، هذو من جويه تاع التوحد على ذلك نقولوا باللي اليوم وين المباراه وين تلعبت اللي نقولوا وين عمان عرف كيفاش يسجل، هذه هي الجوله الثالثه عمان 3 اهداف البحرين 0 في كاس العرب.